عند ربي من أجهزتك أنت قناة التلفزيون وصلح عن التانية. الفيلم كيحكي قصة ديال واحد الإنسان زوج عنده 25 عام، زوج سيدة كبر منه تكبرو سنيا، كتتحلل فينا الفيلم أنه كان زوج مصلحة، واللي كيجي يكتشف الرجل اللي هو متزوج مطعم سنة اللي هو عبد الحي زوج زهرة، واللي اكتشف على أنه فتح بابه من أجل أنه باش كان عبد السيدة ما بات ليها راجلها، كان هو اللي عوض خدا سيدة الأعمال ديالها. هي سيدة متسلطة بحال صدقات على الشباب ديالو، هو من بعد واحد 15 سنة كيحس براسو دخل بلا ولاد وبأنه مستقبل ديال مسدود وحاجة كبرات ولات كتعاني صحيا، فكيبدا يتغرم بواحد الشابة خادمة مع خادمة في البيت اللي سمتها الدراسية. تقرب بها خصوصا اللي كيلاحظ على انه هنيك ان الخادمه الدراسيه هي عندها واحد الخطيب ديالها، واحد الولد تيبغيها عزيز كيشتغل في نادي القهوه، وتيبدا يشوف واحد الخادمه اخرى كتجيب واحد الولد ديالها، كيبدا يحس بانه وحيد سقط ما عنده لا ولاد، حتى انه هذيك الاملاك ديال الحاجه غير كيسيرها هي ماشي في الملك ديالها، والحاجة طولات يعني هذاك الضياع اللي وضع، وكيحاول يعوضو وكيحاول يقرب من الخادمة. كنضرب في هذا المشكل حتى كنضرب المسألة ديال الخادمة، اتصال الخادمة كي كتكون محاولة اتصال في الأول، لكن هذيك محاولة اتصال في ليلة معينة كتنقلب عليه أنه ما كيتمكنش منها، وكيصدق واقع في الغرام ديالها، وكيولي هو كيشوفها شوفة أخرى من غير شوفة الطمع ديال الرجل والمرأة. فواحد الليلة من وراها كتشكي هي الخطيب ديالها اللي كيحاول يردلها شيء من الاعتبار، كيقولها نسرقو لهم شي حاجة غير كتعويض ليك وخرجي. في الليلة اللي كيجي كيسرق كيصدق الخاصم كيتخرج له الحاجة، كيوقع في ربيع بينهم وكيحصل في هذيك السرقة، كيدفع الحاجة كطيح كتولي. إذا من وراها هو كيعترف بالجريمة ديالو، كيمشي للسجن، كيخلى الجو بين الرجل التعريب اللي أصبحت الثروة كلها في يديه بعد ما كانش في يديه، وقدامو البنت اللي كيبغيها، اللي ممكن النظرة ديالو ديك الساعات تبدلات، مبقاش كينظر لها كخادمة أو لا غير باغيها غير رغبة ذاتية، كيولي كيشوفها أنها ممكن تكون زوجة ديالو، وكيعرض عليها الزواج. يوقع الزواج إلا أن الخيوط والرياح تنعكس وتجري بما لا تشتهي السفن، وكتولي كيتدخل البوليس باش يعاود يبحث في القضية، وكتوقع مفاجأة في الأخير على أنه هو اللي دبر هادشي كامل، بأنه موقعش من واحد الصدفة وموقعش من يعني غير بشكل تلقائي، بل كان مدقق ومخطط له. وجد من ناحية ديال التصوير كلشي لقطات كلها غتعملها في مدينة واحد مليون كاش أماكن أخرى؟ الفيلم كان في الأول كان غيتصور كله في مدينة إفران، إلا أن المشاهد الداخلية ديال مدينة إفران ما لقيناش المشاهد الداخلية لطرقنا، كيف كتشوفوا الليلة كيفاش أنا مجهزة بشكل حقي، فهذا الغياب ديال هذا الديكور خلانا نصوروا المشاهد الداخلية في محمدية والمشاهد الخارجية في مدينة إفران. ملا كانت الامور مشات كما هي يمكن تعرف رمضان كابا غير كتير هو انتاج ديال سنة 2014. شكرا لك ما كاين حتى مشكل ما كاينش بالنسبة للأخرى بين أنه باب عندنا فيه لا شومبر وباب عندنا فيه.
الدور ديالي والدور ديال الحي اللي هو واحد الشاب اللي بدا صغير كمستخدم في واحد الشركه ديال النجاره في الحسابات وبقى شويه بشويه بشويه حتى كتقترح عليه الزواج الحاجه مولات المنصره المعمل ديال الخشب ففعلا كيتزوج بها لانه واحد الانسان اللي كنا نقولوا له وصولي كيفكر في انه يحل المشاكل الماديه ديالو ديال المستقبل ديالو بانه يتزوج من الحاجه الا انه الامر كيطول وكيكتشف في الاخير ان السعاده ديالو ما لقاهاش وانه ماشي الفلوس هما كل شيء بل كان يجب عليه انه يقلب على شركه الحياه ديالو اللي يحبها وتحبه باش ما يضيع حياته الا وبالذكاء ديالو كيحاول ما امكن انه يعجل من الموت ديال الحاجة وفعلا كيتوفق ولكن طبيعة الحال في الاخر كيطيح في المصيدة اللي نصبها هو الاخر. سي الجدار خرجي من الجيل ونعطيك واحد السؤال كنشوفك بعض المرات كتعمل كمخرج وبعض المرات كممثل مؤخرا كنتي خرجتي ذاك الفيلم ديال حوتي اللي كانت هو التصوير ديال الناس الحومة الناس الحومة التصوير ديال محمدية بغينا نعرفوا هذه الازدواجية اشنو الاسباب ديالها؟ الاسباب ديالها سهلة هو انه انا من الناس اللي بطبيعة الحال من بعد تجربة تقريبا 28 سنة ما كنشوفش انني كممثل فقط كنت كوني في المسرح وعملت في الاخراج المسرحيه وعملت اخراج مسرحيات ولكن في البدايه ديالي قلت لا غادي نرسم 20 سنه ديال الاولى لحياتي كممثل على الاقل بالنسبه للناس يعرفوني كممثل من بعد ما دوزت 20 عام بالضبط في 2004 و 2006 بديت في الاخراج ديال الكور ميتراج ديالي ما يمكن نتكلم على المواضيع اللي انا كنت نطرحها بالشكل اللي كنطرحها وانت كهضرتي على ناس الحومه بالنسبه ليا هي كانت فكره اللي كتبتها على اساس كانت صور على المجتمع المغربي كانت صور الانتقادات ديالي ليه فانه يتطور فعلا ولكن ما خصوش يبقى خصو دائما يبقى محافظ على التقاليد ديالو والقربه والاحسان اللي كان دائما ما بينه وبين الجيران هذا اللي كخلاني انني مره كنطرح مواضيع والان بحال الفيلم يما طرحت موضوع ديال المراه في المغرب وفي الخارج وفي المراه اللي عايشه في المدينه واش عندها الحريه ديالها واش كتقدر تقول ايه ولا ما كتقدرش تقول لا دونك هادو كلها مواضيع وكنظن انه مسار عادي جدا توفيق بارك الله فيك شكرا هذاك الشيء وقت ما بغينا خير يطلع لي بون لا فرنسي كورات اوكي قولي لي شوف عندك ها من احسن عرف فينا سعيد سعيد صافي يلا سير سير على السي وين نجي دنيا الدور ديالي الدور ديال حارس نفس الوقت حارس الفيلا حارس الشعب الحي والام ديالو قبل ما تموت مثل الام ديالو هي مربيه بالاضافه للدور ديالي الرئيسي هو جاردني انيق نظرا للمكان ديال الفيلا نظرا للموقع ديالها في الجات نظرا لبزاف ديال الظروف وكانت صدفه ثمينه من بعد ناس الحومه مع رفيق الوالي عاود جا هذا الفيلم احلام مؤجله مع رشيد الوالي ومع هذه المجموعة العجيبة والفيلم هو للقناة الثانية وكنتمنوا التوفيق للمخرج ولكل التقنيين والممثلين اللي في هذا العمل هذا بغينا نعرفوا زي محمد من غير الممثلين اللي كاينين من غيركم انتم كاس محمد العنقاوي رشيد الوالي نعيمه الياس واش كاين شي ممثلين اخرين؟ كاين ممثلين بزاف كاين الاخ ديال رشيد الوالي والحاج شهور محمد الله يرحم لك الوالدين بالنسبه للممثلين غير نعيمه ورشيد السي رشيد كاين نعيمه الياس كاين نجاه خير الله هذو هما اللي عندهم الادوار الرئيسيه شكرا ماشي مشكل اسد ما خدمك داكور
هانت شوف شوف هاي دخلة مسمى حتى باش ما نشوفهاش. عزيزة نعم لنا عجبك سيدي هادشي فوق وقينا هذيك هذيك